بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن في سلسلة دروس علوم القرآن وتاريخه وآدابه وما يتعلق به. ما زلنا نتحدث عن علم التفسير، وهو علم من علوم القرآن. كنا نقول في آخر درسنا الماضي إن هنالك مذهبين في تفسير القرآن: مذهب يقال له مذهب التفسير بالمأثور، والآخر مذهب التفسير بالرأي. والمراد بالتفسير بالمأثور يعني حصر التفسير بما قد ورد من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ورد من كلام أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم في تفسير الآية التي يكون المفسر بصدد بيان معانيها، لا يزيد على ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا. هذا المنهج يسمى التفسير بالمأثور. ومن أبرز الأمثلة قلنا لهذا النوع أو لهذا النهج تفسير ابن جرير الطبري، وسلك على منواله ابن كثير في تفسيره المعروف بين أيدي الناس اليوم. المنهج الثاني ومنهج التفسير بالرأي، المراد به المنهج الذي يجمع صاحبه بين المأثور وما زاد على ذلك من الاستنباطات التي يعتمد فيها المفسر على اجتهاده، لكن طبقا للضوابط التي سنتحدث عنها. هذا يسمى التفسير بالرأي. قد يتوهم البعض أن منهج التفسير بالرأي يعني يعرض أصحابه عن ما ورد في تفسير الآية من كلام رسول الله ومن كلام أصحاب رسول الله، ويؤثر على ذلك أن يأتي بمعنى للآية من عندي. لا، معاذ الله. المراد أن أصحاب هذا المنهج يسيرون طبق منهج التفسير بالمأثور، ويضيفون على ذلك ما يمكن أن يستنبطوه طبق قواعد التفسير من معان أخرى للآية. ويضرب المثل لهذا المنهج بتفسير الإمام الرازي مفاتيح الغيب. نعم، فجمع بين الطريقتين، وتسمى هذه الطريقة التفسير بالرأي. هذه، أذكر أن هذا الكلام كان نهاية درسنا في الأسبوع الماضي. الآن نتحدث عن شروط التفسير. هذا أهم ما ينبغي أن نعلمه من موضوع تفسير القرآن. هنالك عدة شرائط ينبغي للمفسر أن يلتزمها وأن ينضبط بها عندما يفسر كلام الله سبحانه وتعالى. الشرط الأول: أن لا يخالف تفسيره لآية ما في كتاب الله عز وجل آية أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، فلو أن مفسرا أراد أن يفسر آية من القرآن فسرها طبق قواعد اللغة العربية وطبق قواعد تفسير النصوص، لكن في بالقرآن آية قبلها أو بعدها في مكان ما،
تتضمن تلك الآية خلاف هذا التفسير، إذن هذا التفسير باطل. ينبغي للمفسر إذا أراد أن يشرح آية أن يستند كل آيات القرآن الأخرى، ترى هل هنالك آية تخالف ذلك. وأنا أضرب بعض الأمثلة. هنالك أناس في هذا العصر طاب لهم أن يفسروا القرآن حسب ما توحي به أمزجتهم قفزا فوق كل الضوابط. نعم، مثلا الباري سبحانه وتعالى يقول، وهذا مكرر في كتاب الله عز وجل، يهدي الله لنوره من يشاء. يقول مثلا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه فيضل من يشاء ويهدي من يشاء. الناس يعني يريدون أن يعني يتظاهروا بالعلم، كيف الباري بيضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ ما بيصير، الباري لا يضل أحدا. لكن شو معنى الآية؟ قالوا: فيضل الله من يشاء أن يضل، يعني فاعل يشاء الإنسان، ويهدي من يشاء يعني يهدي من يشاء لنفسه الهداية. هكذا فسروا الآية من عندهم، يعني جعلوا فاعل يضل الإنسان وفاعل يهدي الإنسان، قال مشان حتى يخرجوا من الإشكال، إشكال أنه كيف يضل الله عز وجل الإنسان يوم القيامة، يقول: أنت أضللتني. طيب، هذا التفسير يناقض كلام الله عز وجل في بالقرآن أكثر من آية ترد على هذا التفسير. نعم، الباري عز وجل يقول: من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله، إذن فاعل يشاء من؟ هو الله. من يشاء الله يضلله، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن تبين الخطأ الفادح الذي وقع فيه صاحب ذلك التفسير، لأنه خالف مخالفة صريحة حادة، آية صريحة في كتاب الله عز وجل. طيب، كذلك يقول الباري عز وجل ردا على هذا التفسير الغبي، يقول: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. نعم، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ الجواب: يضل به كثيرا. من هو الذي يضل؟ الله. ويهدي به كثيرا، من أين عرفنا ذلك؟ من التتمة: وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. فهذا أول شرط، وأسأل الله عز وجل أن يهدي هؤلاء الذين يعبدون أمزجتهم، يعبدون أخيلتهم وأفكارهم، تجنبوا العلم واستهانوا بالعلم واستخفوا بالعلم بكتاب الله عز وجل، وأخذ الواحد منهم يعتمد على مزاجه أو يعتمد على ما يوحي إليه به نفسه، ويقول: حدثني قلبي عن ربي، وهو لا يعلم الفرق بين قلبه وبين نفسه الأمارة بالسوء. نعم، أنت مالك قلب، وتترك كلام سيدنا رسول الله، وتترك كلام القرآن الذي يفسر القرآن، أنت لك قلب أنت؟ نعم. إذن هذا أول شرط. الشرط الثاني: أن ينضبط المفسر في تفسيره لهذه الآية بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبحث أيوجد هناك حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية يستعرض.
فإن عثر على حديث صحيح أو حسن في تفسير هذه الآية لا يجوز له أن يند وأن يخرج عن هذا الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك آيات في كتاب الله لا سيما الآيات الآمرة الناهية التي تتحدث عن أحكام إجمالا، لا بد من أن نعود في تفصيلها إلى من؟ إلى سيدنا رسول الله الباري، قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. نعم، هذه الآيات آيات الأحكام التي أنزلها الله عز وجل ببيان مجمل. إلى من نعود في تفصيلها؟ إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن شرد عن ما ثبت عن رسول الله نعم تفسيره باطل. طيب الحديث الضعيف؟ لا، الحديث الضعيف ليس هنالك ما يلزمنا بالقول به. ربما جادل مجادل فقال أنت قلت بالأمس يعني ينبغي أن نحتاط، إذا جاء حديث ضعيف في أمر ما نأخذ به نغمض العين احتياطا، لماذا لا تطبق كلامك هنا؟ الواقع كل علماء التفسير قالوا ينبغي أن ننضبط بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحديث الضعيف أو المنكر طبعا أو الموضوع لا. طيب لماذا لم نأخذ بالحيطة؟ لاحظوا أيها الإخوة القاعدي، متى نأخذ بالحديث الضعيف احتياطا؟ عندما يكون موضوع الحديث الضعيف متصل بمسألة داخلة في فضائل الأعمال. موضوع الحديث الضعيف يتناول الصوم، طيب الصوم من فضائل الأعمال، يتناول ذكر الباري عز وجل، يتناول صيغة من صيغ الصلاة على سيدنا رسول الله، يتناول صلاة، هذه أمور ثابتة سواء صح هذا الحديث أو لم يصح. طيب فإذا وجدنا حديثا ضعيفا يدعونا إلى ما ثبت الدليل عليه في أماكن أخرى، هنا ماذا نصنع؟ نحتاط. صيغة من صيغ الصلاة على سيدنا رسول الله وردت في مثل هذه الليلة، الحديث ضعيف في الواقع، لكن الصلاة على سيدنا رسول الله الأمر بها ثابت في القرآن، الأمر بها ثابت في الصحيح من كلام سيدنا رسول الله. إذن الحيطة أن تترك الحديث أم أن تأخذ بالحديث؟ نأخذ. لكن آية من كتاب الله عز وجل ورد حديث ضعيف أو منكر في تفسيرها، لا، الحيطة هنا أن تبتعد عن هذا الحديث حتى يثبت. لذلك هنالك في فرق كبير بين الأمرين. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا فيما يتعلق بهذا الشرط الأول، من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. نزل العلماء هذا الحديث على ما نقول، يعني آية في كتاب الله النبي عليه الصلاة والسلام فسرها، أغمض هذا الإنسان العين عن تفسير النبي لها وأخذ يفسرها حسب مزاجه، يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فكيف إذا أعرض عن آية في القرآن تفسر هذه الآية؟ من باب أولى يقال فليتبوأ مقعده من النار. وعن مثل هذا المعنى أيضا قال سيدنا أبو بكر أي أرض تقلني وأي سماء تغلني إن أنا قلت في القرآن ما لا أعلم، من هذا القبيل. طيب هذا هو الشرط.
الشرط الثالث الانضباط والالتزام بما ورد من الصحابة في تفسير هذه الآية. استعرض ما ورد عن رسول الله، لم يجد في كلام رسول الله الصحيح شيئا في تفسير الآية، إذن عليه أن يبحث في الصحابة، ترى هل يوجد في أصحاب رسول الله من فسر هذه الآية؟ إذا رأى أن في أصحاب رسول الله من فسر هذه الآية وورد وصل إلينا بسند صحيح، تفسير هذا الصحابي مثل زيد بن ثابت أو مثل عبد الله بن عباس أو عبد الله بن مسعود، وجب الأخذ بما ذهب إليه هذا الصحابي، إلا إذا اختلف الصحابة. يعني الصحابي أرادوا أن يفسروا آية ما في كتاب الله، اختلفوا، فلهذا المفسر أن ينتقي من أقوال هؤلاء الصحابي ما طاب له، يعني حسب اجتهاده، لكن على أن لا يخرج عن أقوالهم جميعا. ثلاثة آراء نعم وردت عن أصحاب رسول الله في تفسير آية ما، رأي لزيد بن ثابت، رأي لعبد الله بن عباس، رأي لعبد الله بن مسعود مثلا، رأي لسيدة عائشة أم المؤمنين. له أن ينتقي من آراء هؤلاء الصحابة ما يشاء، لكن لا هكذا يغمض العين مثل القرعة، لا، هو المفروض يكون مفسر يحكم اجتهاده في هذا الموضوع، يحكم اجتهاده في هذا الموضوع، وله أن يأخذ بالرأي الذي دله عليه اجتهاده. لكن إذا قال والله لا أخذ لا برأي هذا ولا هذا ولا هذا ولا ذاك، أنا أبدع من عندي رأي آخر، هذا لا يجوز. نعم، هذا هو الشرط الثالث، وأظن الكلام في هذا واضح. الشرط الرابع الالتزام بقواعد اللغة العربية، الالتزام بقاموس اللغة العربية، الكلمات التي وردت في القرآن ما هي معانيها في القاموس العربي، والالتزام بالقواعد، قواعد اللغة العربية يعني المتمثلة في نحوها، في صرفها، في بلاغتها، نعم، في بيانها مع بديعها. فلا يجوز للمفسر أن يخرج عن قواعد اللغة العربية بشكل من الأشكال. يروي البيهقي بسنده عن أنس بن مالك، عن مالك بن أنس رضي الله عنه، سيدنا مالك إمام دار الهجرة، يقول لا أوتى برجل غير عالم بعلم لغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا، يعني أنزلت به عقابا يجعله عبرة للآخرين. لا أوتى برجل، نعم، غير عالم بعلوم اللغة العربية يفسر كتاب الله عز وجل إلا جعلته نكالا. القرآن نزل باللغة العربية، إذن فينبغي أن يكون مفتاح تفسير آياته اللغة العربية. فلا يجوز أن نفسر كلمة وردت في القرآن بغير معناها الثابت في قاموس اللغة العربية بشكل من الأشكال. طيب، كذلك هنالك أناس في عصرنا، نعم، يعبدون أمزجتهم وأخيلتهم قفزا فوق قواعد اللغة العربية، وقفزا فوق كلام سيدنا رسول الله، وقفزا فوق كل شيء، وإنما يغمض الواحد منهم عينيه ثم نعم يستوحي مزاجه النفسي والفكري. ماذا يقول له مزاجه؟ يفسر القرآن بهذا الوحي المزاجي ويفرض تفسيره على الناس. طيب، يقول الله سبحانه وتعالى مثلا: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة.
هكذا يقول الله عز وجل. فإن لم تفعلوا، يعني إن لم تستطيعوا أن تأتوا بمثل هذا القرآن ولن تفعلوا، إذن فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا نص صريح من كتاب الله أن الجاحد إذا رحل إلى الله جاحدا مآله أن يعذبه الله بالنار. أي نار؟ التي وقودها الناس مو الحطب، الحجارة، وقودها الناس والحجارة. يأتي من يقول لا، هو يوم القيامة عذاب الجاحدين والكفار الخزي، الخزي، يعني الواحد منهم يندم ويخجل مما غبر في حياته من أعمال السوء، ندامته هذه تلهب بين جوانحه مشاعر من الأسى، فذلك هو المراد بالعذاب الذي توعد الله به الجاحدين. ما في لا نار ولا شيء، المراد بالنار الخزي، الخزي يعني يقصدون بالخزي الخجل الشديد، الخجل والندامة، الخجل تورثه ألما نفسيا نفسي، والندامة تورثه أيضا ألما نفسيا. هذا ماذا صنع؟ ألقى معنى القرآن باللغة العربية طبق ما تقتضيه قواميس اللغة العربية وراءه ظهريا، وراح بقى يفسر على كيفه. لك يا رجل الباري عم يقول فاتقوا النار، النار، النار معناها الخزي، النار، النار مو معناها الخزي، النار النار. نرجع للقاموس، إذا بالقاموس العربي بيقول النار يعني الخزي بنقول له، لكن ما حدا قال النار معناها الخزي. نعم، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. طيب الباري عز وجل يقول على لسان عباده الصالحين يلقنهم كيف يواجهون الله عز وجل، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، يعني أن الخزي نتيجة الوقوع في النار، الخزي ثمرة الوقوع في النار. أدخلوا في النار فكان إدخال الله لهم في النار مصدر الخزي الذي وقعوا فيه، فهما عذابان، عذاب الألم بسبب النار وعذاب الخزي إذ كان الواحد منهم عزيز قوي يعني ذا مكان في قومه وكان مستكبرا. نعم، لذلك الباري قال ذق إنك أنت العزيز الكريم، يلا هذا هو الخزي. لكن هما أمران اثنان، عذاب الجسد عن طريق النار وعذاب النفس عن طريق الخزي، هذا ما يقوله الله. فإذا جاء من يقول لا 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 ما في النار إنما هو العذاب النفسي، هذا زنديق، شيء غريب، هذا لا يجوز، هذا نوع من التلاعب، التلاعب الغث بكتاب الله سبحانه وتعالى، لا يقال هذا بشكل من الأشكال. طيب هذا مثال لمخالفة قواعد اللغة العربية. هنالك أيضا فئات باطنية مروا بمعبر التاريخ، طاب لهم أن يفسروا القرآن حسب أمزجتهم الباطنية، ندوا وشردوا عن ضوابط اللغة العربية ليقولوا ما شاءوا، لكن اللغة العربية هي الكابح. نعم، منحرفو المتصوفة، التصوف أيها الإخوة كأي منهج فيه السليم المستقيم الصالح وفيه الزيف المتسلل إليه، نعم، والمقتحم فيه، في الفقهاء يوجد هذا، في المفسرين يوجد هذا، في المحدثين يوجد هذا، وفي
التصوف أيضا يوجد هذا، لا نشك فيه. منحرفو التصوف طاب لكثير منهم أن يفسرهم أيضا القرآن حسب أمزجتهم. يعني مثلا في سورة الكهف عندما يقول الله سبحانه وتعالى وهو يقص علينا من خبر الخضر مع سيدنا موسى، فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قالوا فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، مراد بالغلام النفس، يعني النفس الأمارة بالسوء. الإنسان لازم يقتلها، يعني شو يقتلها؟ يعني ما يسمع كلامه، تريد منه كذا يخالف، تدعوه إلى معصية يخالفها، تدعوه إلى سهرة محرمة يخالفها، فهذا معنى قتلها. هذا التفسير لكتاب الله هذا أيضا عبارة عن تلاعب، وهذا التفسير يدخل صاحبه تحت طائلة كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. والإنسان الذي هيمنت مشاعر التصوف الحقيقي على كيانه، معاذ الله أن يقتحم كتاب الله عز وجل بتفاسير شاردة عن ضوابط وقواعد التفسير في كتاب الله سبحانه وتعالى، مستحيل. نعم، إذن هذا أيضا هذا مثال للتفسير المخالف لقواعد اللغة العربية. نعم، حتى إذا لقي غلاما، الغلام باللغة العربية معنى النفس؟ لا، الغلام باللغة العربية اسمه غلام، طفل يعني. نعم، فقتل، القتل معروف معنى، وليس المراد بالقتل مخالفة ما تدعو إليه النفس. نعم، ومرة أخرى أقول هذا لا يغض من مكانة التصوف الذي هو لب الإسلام. كلمة التصوف، نحن لا نتعامل أيها الإخوة مع المصطلحات اللفظية، عبر عما تشاء بما تشاء، نحن ننظر إلى المعنى الذي تريد. إذا كان المعنى منضبطا مع كتاب الله وسنة رسول الله فيا مرحبا، وسمه ما تشاء، لا مشاحة في الاصطلاح. لكن إذا كان المراد بالكلمة التي تستعملها شيئا مخالفا لكتاب الله فهو مرفوض، حتى ولو كانت الكلمة التي تستعملها كلمة قرآنية. نعم، فكلمة تصوف مصطلح وجد في فترة من الفترات، المعنى المراد منه أن يكون إسلام المرء مهيمنا على قلبه بعد اليقين العقلي المسيطر على عقله. متى هيمن إسلام المرء على قلبه؟ كيف هيمن على قلبه؟ يعني بأن يفيض قلبه حبا لله، تعظيما لله، مخافة من الله، بحيث تطرد محبة الله وتعظيمه لله ومخافته من الله، تطرد الأغيار من هذا القلب. هذا هو المراد بكلمة التصوف. فالتصوف ليس علما يحفظ، وإنما هو حال يصطبغ به قلب الإنسان. كثيرون هم الذين يختصون بالتصوف في جامعات أجنبية غربية، بيحفظوا ماذا يقول عبد القادر الجيلاني الجيلي الشيخ الأكبر كذا إلى آخره. نعم، اختصوا بالتصوف، قد يكون الرجل من أفسق الفاسقين. التصوف الذي نتحدث عنه حال يصطبغ بها القلب فيعيش مع الله سبحانه وتعالى. هذه الحال تحرق كل الأمراض التي تحجب الإنسان عن الله، يعني تحرق الكبرياء، تحرق مشاعر الأحقاد، الضغائن، تحرق حب الدنيا، حب المال،
التكالب على المناصب الرئاسي نحو ذلك، كل ذلك ينمحق ويزول في ضرام محبة الله، في ضرام تعظيم الله. نعم، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سادة المتصوفين، وإن لم يكونوا يستعملون كلمة التصوف. واليوم في ناس والله ما بيفهموا من التصوف رائحته، ولو كانوا صباح مساء بيحكوا بالتصوف. نعم، ورحم الله من قال كان التصوف في صدر الإسلام مسمى لا اسم له، ثم أصبح اليوم اسما لا مسمى له. كلام سليم. نعم، فإذا وجد منحرفون في التصوف نحن نشير إليهم ونحذر منهم، ولكن هذا لا يغط من لب الإسلام المنضبط بكتاب الله والمنضبط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، وكان ساداتنا الذين عرفوا بهذا الاسم كانوا أول من ينضبطون بكتاب الله وأول من يحاربون البدع. يقول سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني في وصية له قبيل موته لابنه: يا بني طر إلى الحق بجناحين من الكتاب والسنة. بدك تصل لله عز وجل ما في لك غير جناحين، القرآن والسنة، اوعك تضيف لهم شيء ثاني. نعم، هذا كلام من؟ الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويقول مثله الجنيد البغدادي رحمهم الله تعالى. الشرط الرابع أو الخامس من شروط تفسير القرآن أن ينضبط هذا المفسر بقواعد تفسير النصوص. قواعد تفسير النصوص شيء، وقواعد اللغة العربية شيء ثاني. الكلمة ما هو معناها في القاموس؟ الجملة كيف تركب؟ الضمير إلى من يرجع؟ كيف يرجع؟ هذه قواعد اللغة العربية. في شيء ثاني أيضا ينبغي أن يضبط المفسر نفسه به، هو قواعد تفسير النصوص. اللفظ العام يفهم عاما إلى أن يأتي ما يخصصه، قواعد تفسير النصوص. اللفظ المطلق يجري على إطلاقه إلى أن يأتي ما يقيده. إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل، قاعدة من قواعد تفسير النصوص. اللفظ يدل على معناه بمنطوقه وبمفهومه الموافق وبمفهومه المخالف، طبعا بضوابط وشروط. هذه قواعد، وهنالك قواعد أخرى كثيرة أنا أضرب لكم أمثلة بها. وهنالك علم خاص اسمه علم قواعد تفسير النصوص، وربما سمي به علم أصول الفقه. نعم، هما يعني تسميتان لمسمى واحد. طيب، فهذه حقيقة ينبغي أن نتبينها وينبغي أن نعلمها. لو أن إنسانا لم يكن قد تبصر بعلم قواعد تفسير النصوص وأخذ يفسر القرآن هكذا بدون انضباط بهذه القواعد، يعني لو قلت له هل سمعت بقاعدة أن اللفظ المطلق يجري على إطلاقه، يقول والله شو هذه المطلق. طيب، هل سمعت بقاعدة تقول إذا أطلق اللفظ المطلق حمل على الفرد الكامل، شو هذا الفرد الكامل؟ طيب إذن لما بيجوز تفسر القرآن ولا بيجوز تفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بشكل من الأشكال نهائيا إطلاقا. الآن لا، وربما قال قائل، ربما يقول
الباري عز وجل يقول: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. يستشكل، وكثيرون فعلا استشكلوا. قال: طيب هذا تناقض، هو الخضر عم يقول أنه في ملك ظالم كل ما مرقت سفينة من عند منه بياخدها، كل سفينة بياخدها، بعدين عم يقول فأردت أن أعيبها. طيب إن عبتها ولا ما عبتها رح ياخدها. شايف كيف؟ شلون القرآن عم يقول هيك؟ ما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا قاعدة، هي اللفظ إذا أطلق حمل على الفرد الكامل. نعم، كان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، أي كل سفينة صالحة، كل سفينة لا شية فيها لا عيب فيها يأخذها غصبا. إذن السفينة المعيبة لا تدخل في هذا، واضح كيف؟ هلا رجل إذا قال لزوجتي إن صليت فأنت طالق والعياذ بالله مثلا، هي قال طيب صلت صلاة غير يعني سليمة، خربطت بقراءة الفاتحة، تطلق؟ ها؟ لا تطلق. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة في اللغة العربية تقول إذا أطلق اللفظ حمل على الفرد الكامل. إن صليت يعني إن صليت صلاة صحيحة كاملة وافية الشروط والأركان. فلما كانت صلاتها غير وافية الشروط والأركان لم يقع لك. روح اتعلم قواعد تفسير النصوص، واضبط لسانك واضبط فكرك بهذه القواعد، وبعدين تعال فسر القرآن. نعم، إذا علمنا هذه هي شروط تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، خمسة شروط ينبغي أن نتبينها. كثيرون هم الذين يخوضون مخاضة التفسير اليوم في هذا العصر، ويجرؤون على كتاب الله سبحانه وتعالى بما لا يجرؤون على أي اقتحام آخر. يعني لا يجرؤون أن يتكلموا في الطب لما بيكون له علاقة بالطب، لا يجرؤون أن يتكلموا في الهندسة ما له علاقة بالهندسة، لا يجرؤون أن يتكلموا في التاريخ إذا ما كان مختص، لا يجرؤ الواحد منهم أن يتكلم في الفلسفة. لكن عندما يجد نفسه أمام كتاب الله عز وجل يراه مثل الكلأ المباح، يقتحم فيه، يحاول أن يجرب حظه، إما من أجل أن يظهر بين الناس أنه عالم، أو من أجل أن يعني ينال حظه، أو من أجل أن ينال مغنما ماديا ربما، هنا ويتخذ من كتاب الله عز وجل مطية لذلك. ما أكثر كتب التفسير اليوم في هذا العصر؟ كل من أراد أن يعني يبرز لنفسه اسما في المجتمعات، نعم جرب حظه في تفسير كتاب الله. وأي شيء يعني أخطر أخطر اقتحام أن يقتحم الإنسان تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. قراءة المعاصرة اليوم هذه آفة تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وقد عجبت عجبا شديدا من أنني بحثت فلم أجد من أخضع علم التاريخ للقراءة المعاصرة، لم أجد من أخضع علم الفلسفة للقراءة المعاصرة أبدا، لم أجد من أخضع علم التاريخ الطبيعي للقراءة المعاصرة، علم الاجتماع للقراءة المعاصرة، علم النفس للقراءة المعاصرة. ليش بس القرآن تخضعوا للقراءة المعاصرة؟ مشان يصير تلاعب بالقرآن، مشان نفرغ القرآن من مضامينه التي أوحى الله عز وجل بها إلينا عن طريق رسوله، ثم نجعل منهم مخلاتا نملأ بها ما نشاء من نعم أفكارنا ومن خزعبلاتنا ومن الدجل الرخيص الذي نحاول أن نلعب به وأن نعبث به وأن يعني ندجل به على الناس. هذا هو السبب. وإلا قولوا لهؤلاء الناس: لماذا لا تجربون حظكم في غير القرآن، في غير الدين، تحت اسم القراءة المعاصرة؟ نعم، هنالك من يقول:
ما في شيء اسمه خلود في النار ولا في الجنة يوم القيامة، لا 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 لا. بيجي عصر من العصور، نعم، تصفق الرياح أبواب جهنم وما بيبقى فيها حدا وكله أبدا أبدا. من أين لك هذا؟ قواعد التفسير، التفسير القرآن له شروطه اللي حكيناها. الباري عز وجل أكثر من 100 آية يؤكد فيها أن عذاب الكافرين الجاحدين عذاب خالد أبدي لا انقضاء له. طيب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، هكذا يقول الله عز وجل. طيب، من أين لك هذا التفسير؟ من أين؟ الخيال قال لهم مستحيل هذا. شو الباري عز وجل لهالدرجة يعني شديد العذاب؟ لا لا لا، مفروض أنه آخر شيء يغفر لهم. حكم خياله بالقرآن، جعل القرآن محكوما وخياله ومزاجه حاكما. لك أنت شو أنت لحتى تجي تجعل من مزاجك وخيالك حاكم على كتاب الله سبحانه وتعالى؟ وقد ذكرنا السبب في هذا في دروس العقيدة، أوضحنا نعم الحكمة وأبرزنا مظهر عدالة الله سبحانه وتعالى في هذا الموضوع. نعم، إذن هذه باختصار هي شروط التفسير، ونحن بهذا أتينا إجمالا على علم التفسير في كتاب الله تعالى، كيف نشأ وكيف تطور وما هي مذهب وما معنى التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي وما هي شرائط التفسير. والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم عافنا فيمن عافيت، اللهم اجعلنا من عبادك الحمادين، اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين، اللهم اجعلنا من عبادك الذاكرين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بسورتي الضحى والانشراح وبنبيك الذي أنزلتهما عليه أن تعطينا نحن أيضا ما يرضينا في أنفسنا وفي أزواجنا وفي أهلنا وأولادنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونسألك بهذه الليلة الغراء أن تصلي على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وتسلم عليه تسليما إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. أسألك اللهم أن لا تبعدنا عن جنى رحمتك، وأسألك اللهم أن تنفقنا برد إحسانك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، وترى الساعة مكاننا، وتسمع كلامنا. نسألك يا ذا الجلال والإكرام سؤال من ذلت لك عنق وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته. نسألك سؤالا عبد المسكين البائس الفقير الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، أن تستجيب الساعة دعانا، وأن لا ترد أكفنا المبسوطة إلى سماء رحمتك خائبة، حاشاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا يغلق بابه دون أحد، يا من مائدته مبسوطة للناس جميعا للطائعين والعاصين والفاسقين والملتزمين بأوامرك يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين، اقبلنا عندك يا ذا الجلال والإكرام، اصفى عنا صفحك الجميل، لا تحاسبنا بشيء من ذنوبنا لا في دنيانا ولا في آخرتنا، فإنك ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك، نسألك بغناك عنا وبافتقارنا إليك إلا استجبت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن تجعل قلوبنا وعاء أوعية لحبك، أن تجعل قلوبنا أوعية لتعظيمك لمهابتك ومخافتك. طهر اللهم قلوبنا
من محبة الأغيار. طهر اللهم قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك يا ذا الجلال والإكرام. إلهي يا من يسمع كلامنا ويرى الساعة مكاننا ويعلم سرنا وعلانيتنا، إذا حانت ساعة ارتحالنا من هذه الحياة الدنيا فكره إلينا الدنيا بكل ما فيها. حبب اللهم إلينا لقاءك يا ذا الجلال والإكرام، واملأ اللهم قلوبنا شوقا إلى لقائك يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، والحمد لله رب العالمين.